أهلا بيكم وفقرة هو وبس. هنبدأ فقرتنا النهاردة بأهم حاجة وهي الوعود. الوعود اللي بتكون سبب في دمارنا وكركبة حياتنا. بلاش توعدونا طالما هتمشوا، بلاش تعلقونا بيكم، بلاش توصلونا لمرحلة إننا ما نعرفش نعيش من غيركم ونتخيل مستقبلنا كله معاكم. رجاء بلاش تقتلوا ثقتنا فيكم وتخيبوا ظننا، بلاش تكسرونا. وانت كراجل إياك يا ابني الوعود، إياك والوعود اللي ما تقفش، خليك متمسك لأبعد الحدود. أصل أنت الراجل، أنت تتمسك بقلب حبيته، تتمسك بقلب اتحسب عليك قدام ربنا، توفي بكل حاجة علشان ربنا وما يكسركش في أغلى حد ليك. البنت عموما طيبة جدا، والدليل على كده إنك ممكن تكسبها بكلمة واحدة. لو في خناقة وبترضى منك بأقل حاجة ما تستقواش عليها، ربنا خلقك قوي عشان تحميها مش عشان تفرض عضلاتك عليها. البنت صبورة جدا مع اللي بتحبه، مع اللي حست معاه بالأمان، ومستعدة تعيش في مستوى أقل من مستواها حتى لو هتعيش على تراب طالما حست بالأمان مع الإنسان اللي بتحبه. ومش أي بنت تعيش معاك على الحلوة والمرة، فلو لقيت البنت اللي تعيش معاك على المرة قبل الحلوة وفي مستوى أقل من مستواها فياريت تتمسك بيها. بنات الأصول هم اللي بيعيشوا معاك على أي ظروف وعلى أي وضع،